الفراغ تكون للمحتاجين. هذه صورة تقريبية لمغازة تخزين مواد أولية وهي مغازة أولى. في التكوين في القطاع الفلاحي النجم يعني نتعاون الناس كليكا تتخصص نسبة في الأراضي المدرجة أصحاب الشهادة في شهادة التكوين المهني في القطاع الفلاحي تسند واضحة للخارجين من التكوين في إطار إعادة التأهيل. تم اليوم برمجة يوم مفتوح بسجل سليانة واستدعاء الإدارات الجهوية والهيكل الجهوية في ولاية سليانة، وذلك في إطار إيجاد حلول وتفعيل ودعم وتعزيز الإدماج والتكوين والتأهيل بالوحدة السكنية لسليانة. تم تنظيم هذا اليوم المفتوح واستدعاء الممثلين عن الإدارات الجهوية والهيكل الجهوية في ولاية سليانة، وذلك من أجل تفعيل الشراكة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح ومختلف الهيكل والإدارات الجهوية وإيجاد حلول وتفعيل الاتفاقيات كما سبق وذكرت من أجل تفعيل ودعم وتعزيز برنامج الإدماج والتكوين والتأهيل. تلعب الثقافة دور هام في إدماج المودعين بالسجون من خلال يعني تأطيرهم والوقوف عند مؤهلاتهم وقدراتهم الإبداعية في عدة مجالات كالمسرح والسينما والمطالعة وغيرها. ودور الثقافة هنا يلعب يعني دور إيجابي باعتبار العملية التنشيطية اللي تصير في المؤسسة السجنية من خلال بعث يعني أنشطة ثقافية عملية مهمة جدا مهمة جدا، وهذا ضروري معناها على توازنهم النفسي حتى يكون السجين يعني مواطن عادي سواء داخل السجن أو خارج السجن. الشراكة بين إدارة السجن والمندوبية الجهوية في إطار الإحاطة بالمساجين وبعائلاتهم في إطار التمكين الاقتصادي. الشراكة هذه جاءت في إدماج المساجين والإحاطة بهم عند معناها قضاء المدة السجنية وأثناء المدة السجنية اللي هي التعهد بعائلاتهم وتوفير موارد رزق، وتم توفير زوز موارد رزق في الفترة السابقة، وحاليا تمت مراسلتنا في عدد من المساجين باش إن شاء الله تستجيب وزارة الإشراف ويتم تمتيحهم من موارد رزق.